اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تيفي في هذا البث المباشر من مدينه الرشيديه ومن امام المستشفى الجهوي بمدينه الرشيديه. الحمد لله متابعي قناه شوف تيفي، بعد اللايف ديال شوف تيفي تدخل المسؤولين، الشكر الجزيل ايضا لمدير المستشفى الجهوي بمدينه الرشيديه وكل الاطر بمستشفى ايضا مولاي علي الشريف اللي دار هزينه راه سون سناب، يعني ما كنديروش سناب متابعي قناه الشعب. قناه شوف تيفي صوت لمن لا صوت له بدون مقابل مادي. مادام ان هاد الزوجه خرجت اللي كتقول لك بانها ما لقاتش فين غادي تعالج وانها مشات دقات بيبان السبيطارات في الجهه كامله ميدلت الريش، مستشفى مولاي علي الشريف انه فتح لها الباب ديالها وانهم عطوهم رونديفو، غادي نخليكم متابعي قناه شوف تيفي ايضا مع الفرحه ديالهم والفرحه ديال هاد الزوجه هذه، ولو انها مريضه مسكينه الله يجيب لها الشفاء. وضعنا الرقم ديالها على البث المباشر، غادي نخليكم متابعي قناه شوف تيفي تعبر على فرحتها والله يجيب لها الشفاء. السلام عليكم. الحمد لله لاش نتشكر بعدا انهم زر رانديفو ان انا غادايات تعاين مدى ونزري. الحمد لله الحمد لله. كيف ما سمعتوا كيفاش ما تفرحوش متابعي قناه شوف تيفي انه واحد كيكون واحد التدخل اللي هو عاجل من طرف المسؤولين، الحمد لله اللي كتقول لك مرارا وتكرارا بانه الحمد لله شدات الرونديفو نتاعها، وعلى الاقل ان حتى النفسيه انها كتغير، حتى النفسيه الحمد لله انها كتبدل بزاف بزاف متابعي قناه شوف تيفي، اللي كتقول لك انها شديت رونديفو وانني غادي نجي ندير الفحوصات نتاعي ونطلبوا من العالي والقدير الله سبحانه انه يجيب الشفاء. ونخليكم ايضا مع الزوج ديالها. ها كاين هذا شمزه مفرحه شناغ المعيد. الحمد لله هادي نصر ربي سيدنا، هادي يعاون ربي الدولة يعاون المسلمين جميعا. هاشنا المعيد نفرح الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. هتريد دم الريش ولا ميدال. الحمد لله. دغي هاشنا المعيد هاد الزرق إيه ربي الخير، إننا غير الافتتاح نغد الدواء. الحمد لله. وما الصباح تراك استقبل استقبل. دغي الحمد لله هاشنا المعيد. غادي نصر ربي سيدنا، غادي يعاون ربي الدولة، يعاون المسلمين جميعا. كيف ما كيقول متابعي قناة شوف تيفي عاش الملك ودائما يبقى شعارنا الخالد والأبدي الله الوطن الملك. يعني الحمد لله بعد ما أنهم دازوا الصباح هنا وما لقاوش واحد الحسن للاستقبال، تدخل المسؤولين متابعي قناة شوف تيفي وتدخل مدير المستشفى وكل الأطر الطبية ولله الحمد لقاو واحد الاستقبال اللي خلاهم أنهم ياخذوا الموعد ديالهم لإجراء الفحوصات للزوجة ديالو متابعي قناة شوف تيفي. وغادي تشوف واش عندها العملية الله يجيب لها الشفاء، ولا عندها فقط غير شي دواء اللي غادي تقدر تاخذه، ولا شي حاجة اللي غادي تقدر تكون عندها، لانها 5 سنوات مسكينه وهي كتمشي وتجي تمشي وتجي، ماشي غير الرشيديه، كتمشي للميدلز كتمشي للريش لانهم من قرامه وتابعين لاقليم ميدلز. لا حول ولا قوه الا بالله. كنتمناو ايضا متابعي قناه شوف تيفي انه يكون بحال هذه التدخلات العاجله لجميع المسؤولين وفي جميع القطاعات ماشي غير في المستشفى. الشكر الجزيل على حسن خلق بعض اطر مستشفى الجهوي وحسن خلق ايضا المسؤولين اللي هما شادين بزمام الامور المسؤوليه، واللي شحال من حاجه ما كتوصلهمش لكن بالاعلام وبشوف تيفي الحمد لله كتوصلهم. فرحانين وفرحانين بزاف متابعي قناه شوف تيفي، واللي كيقولوا لك غادي نمشيو دابا الحمد لله، ولو انهم غادي يعانيو في الترونسبور حيت ما عندهمش مساكن فين غادي يمشيو فين غادي يجيو، كيدبروا غير هنا وهنا وهنا وهنا. هادو هما الناس اللي غادي نكونوا معاهم، هادو هما الناس اللي غادي نوقفوا معاهم، هادو هما الناس اللي غادي نديرهم خوتنا وحبابنا والاقارب ديالنا. ولله الحمد فرحان بزاف الزوج ديالها ولو ان الزوجه ديالو مريضه، وفرحان حتى الزوجه ولو انها مريضه، لكن ربي هو الشافي، ربي هو العالي، ربي هو القدير، وربي باسماء الله الحسنى كلها غادي يشافيها وايضا غادي يكون مع هذا السيد هذا. رحمته واسعه وعريضه متابعي قناه شوف تيفي، ودائما كنعرفوا باننا فقط غير في الدنيا، الاخره عذاب عسير متابعي قناه الشعب، لكن الحمد لله تدخل المسؤولين في هذا اللقاء اللي كانوا هاد الازواج هادو كيعانيو منه صباح اليوم، تدخل اللي هو عجيل واول خروج اعلامي للزوجان، وهما فرحانين بقناه شوف تيفي وحصري بمدينه الرشيديه. وان شاء الله متابعي قناه شوف تيفي الى بث اخر وموضوع اخر وتغطيه اخرى في اقاليم جهه درعا تفيلات.